الخير، وحشتوني النهارده. اخيرا اخيرا عرفت ان انا اقعد كده القعده الجميله دي، ولبست راحتي وحطينا شويه حاجات تداري الحاجات السهر اللي احنا سهرانين فيها. ما علينا، النهارده ان شاء الله هحاول اصور معاكم كده فيديو، يكون فيديو مشتريات خفيف بسيط لطيف عشان رمضان. انا طبعا زي ما انتم عارفين انا ايه، ودي قناتي حياتي بايطاليا. لو اول مره تشوفيني يا ريت تنزلي تحت تعملي سبسكرايب لو اشتراك بالعربي، ولايك الفيديو ده كمان. ان شاء الله هتلاقي في القناه كل اللي يعجبك. النهارده بقى الفيديو هيبقى بتاعنا يعني لطيف خفيف كده بمناسبه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. مش عايزه اقول لكم بقى ان انا هبدا ارجع واصور معاكم فيديوهات كتير، لاني حرفيا كل حياتي ملخبطه بسبب يامن. الحمد لله سهر بقى بالليل، مش عارفه ايه اللي تنوم الولاد. ايام ما كنت بقى بخطط زمان وبعمل في يومي حاجات كتير، طبعا مع الولاد والبيبي صغير وكده، فكل المسؤوليه زادت. مع علينا، الحمد لله ربنا يا رب يديمهم نعمه في حياتنا. طبعا سامعين صوته، فاصل اعلان. عدنا من جديد الحمد لله. المهم رمضان بقى يعني فاضل فيه ايام بسيطه جدا جدا جدا. انا عارفه، ومش هقول لكم بقى ان انا عارفه اني مقصره معاكم، لان انتوا حفظتوني وعرفتوا بصراحه ان الوقت اللي بلاقي فيه نفسي فاضيه وعندي امكان ان انا اقدر اصور زي ما شفتوا من شويه، بحاول كده ان انا احط الامكانيات واوريكم. مع اني والله العظيم في فيديوهات كتير المفروض تتصور لكم، بس يلا ما علينا الحمد لله ما عنديش وقت ان انا اصور. فربنا يا رب يبارك في الوقت ويحفظ لنا اولادنا. وما علينا، دوشة بشر. عرفتوا ليه بقى ما بصورش؟ تمام طلع نكمل بقى. بصوا كده، بقالي فترة عمالة اشوف بقى الجروبات والناس، كل الناس بتستعد لرمضان بقى، اللي بيخزن اكلات مش عارفة معينة، واللي بيروح يشتري كمية زينة رهيبة للبيت. انا بقى عكس الناس دي خالص، انا من الناس اللي ما بخزنش اي حاجة اي حاجة رمضان. مش عارفه ليه، بس انا من يوم ما اتجوزت وانا ما خزنتش اي حاجه رمضان. الاكل اللي بعمله في الايام العاديه هو هو اللي بعمله في رمضان، وبرده رمضانات اللي فاتت شهد عليا عملتها معاكم كتير جدا جدا، ان هو الاكل العادي اللي انا بطبخه تمام. لان احنا هنا في ايطاليا عامه يعني الفطار بيبقى متاخر الساعه 9 بالليل، فالوقت طول اليوم ده كله هتودي الولاد وترجعي، لو عايزه تصلي الضحى وتقعدي تقراي قران وتصلي كمان الظهر، فهيبقى الوقت كبير جدا جدا ان انت تعملي الحاجات دي. فلو انت خزنتي رمضان في وقت للعباده وفي وقت تاني هيبقى فاضي عندك. واضح كده ان الفيديو ده مش هيتصور يا جماعه، يلا كنشيل الفيديو ده كمان، فاصل اعلان. بصوا بقى الظاهر كده ان انا خلاص هصور معاكم الفيديو هنا، اوريكم كل حاجه على الارض، لان حطيت يامن جنبي ومعرفش خالص ان انا ارجع اصور وانا قاعده وكده، لان استاذ يامن بيحب يتشال، مولود بيتشال يا جماعه. المهم تعالوا اوريكم كده حاجه حاجه من انا جبتها. الحاجات دي انا كنت عايزاها من ايكيا بصراحه، كنت حطاها في الكريل عشان اشتريها اونلاين، ولكن الحمد لله يعني فتح جنبنا محل، هسيب لكم اسمه دلوقتي فوق على الشاشه، وكمان عشان لو حابين تروحوا كمان لو هو قريب منكم وتشتروا. المهم انا بقول لكم، قلت لكم قبل كده ان انا ما بخزنش اكلات لرمضان، لان اليوم عندنا طويل، بنفطر متاخر جدا جدا، فبالتالي بيبقى عندنا وقت ان احنا نقعد ونعمل فطار ونجهز اكلات، والاكل هو العادي يعني مش لازم بقى اكلات معينه رمضان، الا بقى اللي بيختلف في رمضان ان احنا بنزود الحلويات. انا بكلمكم عن نفسي، انا هو ده اللي بعمله زياده في رمضان. المهم حبيت كده اشوف ايه هي الناقص في بيتي، طبعا بعد الولاده وكده حبيت اشوف الحاجات اللي انا محتاجه اشتريها، وده طبعا بكتبه في ورقه ولسته في الحاجات اللي انا عايزاها. المهم دي اول حاجه كده كنت محتاجه ان انا اشتريها الفتره اللي فاتت، ده عباره كده عن اللي هو بنعمل فيه اللبن عشان نعمل بيه وش الكابوتشينو، ممكن كمان ان احنا نستخدمه ان احنا نعمل فيه اي مشروب مثلا زي الحلبه او الكركديه، ونصفيها اول ما بنحط كده الميه ونحط الحاجه بنصفيها وبيتصفى وبينزل معايا حلوه قوي. بصوا ده كده اول حاجه جبتها، كان بحوالي، بصوا سعره كمان بيبقى مكتوب هنا تحت، بصوا ده ب4 يورو تمام. فلما لقيته سعره حلو جدا، وكمان يعني ارخص من كذا موافا. المحل اللي هوريكم صورته موجود دلوقتي على الشاشه بتاعتنا تمام. من ضمن الحاجات اللي انا جبتها برضو ايه الدورق دول، بصوا انا جبته عشان بقى العصاير والحاجات اللي احنا برضو بنعملها في رمضان، لاني ما كانش عندي، فقلت بقى اجيب الحاجات اللي ناقصه. ده كان شكله حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت ينفع كمان كفازه، ينفع تحطوه كده فيها الورد، بس انا هستخدمه ك يعني دورق للعصير
تمام. ده اول واحد. وده التاني برضو بصوا ده كمان جبته، ده كان بكام؟ ثواني كده عشان اقول لكم بالاسعار. ده هنا سعره كان يورو ونص، خلينا كده في ده الاول. ده سعره يورو ونص، اولا حجمه كبير وكمان سعره حلو قوي تمام. بس يا يموني بقى، ده الدورق ده برضو من الحاجات اللي جبتها، اولا حجمه حلو وفي نفس الوقت بقى عشان لما نيجي نعمل تمر وكده. وطبعا هوريكم التمر اللي موجوده هنا يا بنات، بالنسبه للبنات اللي في ايطاليا هوريكم ازازه التمر اللي هتجيبوها من اي سوبر ماركت وهتدعوا لي هتعملوه، بجد حلو قوي. بصوا حلو جدا برضو كاي عصاير بقى، عصاير الفراوله، العصاير اللي احنا بنعملها برضو في رمضان، حلو جدا. ده كان سعره 2 يورو تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي جبناها، بصوا جبت دي ملهاش علاقه برمضان، ولكن انا طبعا شفت سعرها كان حلو. في نفس الوقت انا بعمل كب كيك للولاد، وبما اننا داخلين على الربيع وكذا فده عليها ارنب، شكلهم حلو قوي. وفي نفس الوقت كمان معاها السكادينتي دي عشان الولاد ياكلوا بيها، حلو جدا بصراحه. ودي كان سعرها يورو و30 شنتز اهي. بصوا تمام كده، من ضمن الحاجات اللي جبتها برده ملهاش علاقه برمضان، ولكن اهي مشتريات داخله معانا. دي طبعا احنا هنا في ايطاليا بنعاني من الوبر والحاجات اللي بتبقى على الهدوم وكده، والتراب والحاجات اللي بتبقى على الجواكت. فدي حلوه قوي وسعرها كمان كان يورو 30 شنتز. المحل ده حلو جدا جدا، اسعاره كويسه وفي متناول الجميع، وفي نفس الوقت في حاجات كتير جدا. من ضمن الحاجات برده اللي جبتها دي حامل المناديل، عشان يعني ما عنديش برضو من ضمن النواقص، انا عندي يعني شويه الحاجات الرفايع والحاجات دي كنت محتاجه اشتريها تمام. بصوا ده بيورو ونص اهو السعر، وفي نفس الوقت بقى يتحط على السفره سواء في رمضان او غير رمضان. من ضمن المشتريات اللي انا جبتها برضو من نفس المحل، دول بقى انا جبتهم جداد عشان نعمل ديكور رمضان يبقى مختلف كده، بما ان عندي المطبخ ابيض في اسمر، فكنت بدور من زمان على جوانت يكون لونه اسود في ابيض بالشكل ده. ومعايا بقى التولت فوت بتوع المطبخ، بصوا شكلهم عجبني جدا جدا. اولا واحده اسمر واحده اسمر في ابيض، ودي بقى ايه يعني شكلهم حلو في نفس الوقت من الحاجات المودرن الحلوه جدا، عجبني بصراحه. في منهم كذا لون كذا شكل، الثلاث فوق دول على بعض كده باتنين يورو ونص تمام. والجوانتي ده كان بيورو و30 شنتز، بصوا اهو. اوكي، من ضمن الحاجات اللي جبتها قالب الانجليش كيك او التوست. بصوا لان طبعا الحاجات اللي كانت عندي في قبل كده في منها بقى اللي صدف، انا بصراحه عاده كده كل فتره باجي، المفروض ان انا بعمل الحركه دي قبل التخفيضات، فبما اني كنت حامل ومش قادره اعمل وكده، فقلت بقى قررت ان انا المره دي هعمل الحمله دي قبل رمضان واجيب كل النواقص. ده بالنسبه للتوست او الانجليش كيك، جبته برده كان سعره حلو قوي وكمان لونه كويس 2 يورو. طبعا ده صاج يعني ما بيستحملش كتير، بس اهو برده يقضي الغرض معانا. في منه برده بيبقى جرانيت وكده، الحاجات دي بصوا لونه كويس، وفي نفس الوقت من ضمن الحاجات السودا اللي احنا بنجيبها، يعني قصدي اللون الاسود يعني يا جماعه، مش قصدي حاجات سودا ولا حاجه تمام. الرفايع والحاجات دي بتبوظ من المطبخ بسرعه جدا يعني. من ضمن برده الحاجات اللي جددتها برده واشتريتها هي الطقم ده مع بعضه. بصوا سعره برده كان 2 يورو، ده عباره عن معلقتين بكل الاحجام كده بالشكل ده. انا طبعا ما استغناش عنهم عشان الحلل بتاعتنا اللي احنا جايبينها، وعشان ما تبصش بسرعه فبيفضل ان احنا نقلب بمعالق خشب او سيليكون، فانا عندي السيليكون وكان ناقص عندي الخشب، فمن ضمن الحاجات اللي جبتها برده المره دي. تعالوا بقى للصفايات اللي احنا بنستخدمها بقى في عصير، صفايه الشوربه لو انت بتحبي تصفي الشوربه لاولادك وهكذا. طبعا دول اساسي اساسي في اي مطبخ ان هم يتجددوا كل فتره، وكل ما تلاقوهم من هنا بداوا يتخلعوا، فانت لازم عشان صحه ولادك وعشان الاسلاك دي خطر جدا جدا، فانت لازم تغيريهم كل فتره. اولا سعرهم مش غالي، وفي نفس الوقت تقدري تجيبي الاحجام اللي انت عايزاها. الاثنين الصغيرين دول بواحد يورو، بصوا اهو، والكبير ده بيورو و30 شنتز، يعني موجودين ومتوفرين، وفي نفس الوقت بتجيبيهم يبقوا في مطبخك، اول لما تلاقي التانيين صدوا وهكذا او طلعوا من هنا ما تستخدميهمش، صحه ولادك اهم من اي حاجه تانية وصحتك انت كمان.
برضو من ضمن الحاجات اللي جبتها هي العلاقات دي، عشان انتوا عارفين يعني اوقات كده كل فترة لما بلاقي الحاجة يعني محتاجة ان انا اعلق، ان هنعلق عليها الفوط في المطبخ، كان كمان هنعلق في قلب ادراج المطبخ من جوه ادوات النظافة، فلما لقيتهم بصراحة وكمان لقيتهم استلس يعني الخامة حلوة مش بلاستيك ب1 يورو، دول الاربعة مع بعض الكبار دول وكمان الستة الصغيرين برضو ب1 يورو، فلما لقيتهم بصراحة قلت برضو هينفعوني جدا جدا في اي تنظيمات هعملها. تمام، طبعا مش عارفة اسكت لكم يامن لان هو معانا ما علينا، بما اننا بقى داخلين على الربيع والصيف وكده، فالتلج ده دي عبارة عن تلج سيليكون كده بيبقى فيه مية فبيتحطه في الفريزر وتطلعيه، بدل ما تطلعي قوالب التلج فده بيتحط في العصير بيبقى شكله حلو وفي نفس الوقت الولاد بينبهروا بيه يعني وبشكله، فبرضو جبته عشان طبعا المشروبات اللي احنا نعملها ان شاء الله مع بعض في الصيف يا رب اعملها معاكم. مش قادرة اقول لكم ان انا عايزة اصور تاني عشان انا لما بقول الكلمة دي ما بصورش او يمكن بيعمل معايا الصح. ده كان سعره تعالوا نشوف كده كام، 1 يورو برضو اهو، بصوا يعني سعره مش غالي خالص وفي نفس الوقت حلو قوي. تعالوا بقى كده ده بقى برضو عشان العيد وكل سنة وانتوا طيبين، طبعا لسه احنا مدخلناش في رمضان بس قلت اجيبه معايا كده كام كيس بالونات عشان برضو نفرح الولاد ونعمل اجواء حلوة في العيد وكل سنة وانتوا طيبين مقدما لرمضان والعيد. بصوا ده برضو كان سعره 1 يورو 30 شنتز. طبعا هتقولي ايه كنت سبت البالونات جبتيها قبل العيد، انا بصراحة بيامن يعني وكده لنونو صغنون مخليني مش عارفة اخرج ولا الف ولا اعمل اي حاجة زي الاول، لاني لما بصدق ان هو ينام كده بعد ما بودي الولاد لزيلو انا بحاول ان انا انام معاه شوية او هو ينام وانا اخلص شوية الحاجات اللي انا هعملها، فقلت خلينا نخلص برضو نشتريهم عشان لو ما تحتليش الفرصة ان انا اروح في رمضان يبقوا موجودين عندي. تمام تمام، ودي برضو ده سبوني عادية خالص اللي احنا بننظف بيها الاطباق وكده، بس دي الفكرة فيها ان هي من هنا فيها زي اللي هو السلك دول. تمام، فقلت اجربه واشوف هتبقى حلوة معايا ولا لا. انا دايما بجيب بتاعة اكوا صابوني او بجيب من الام دي على حسب النزفزة اللي بعملها بتاعة المنظفات وهكذا، ولكن دول كده لما شفتهم الباكت 5 مع بعض وكمان كان سعرها 1 يورو او 50 شنتز حاجة كده، فقلت خليني اجربهم واشوف الخامة بتاعتهم بصراحة عجبتني من جوه، فمش عايزين نحكم الا لما نجرب. من ضمن الحاجات برضو اللي هي صوت البياكتي دي اللي بتتحط تحت الاطباق او بيتعمل بيها كي كنظام على السفرة يعني تحت الطبق اللي هياكل ويتقدم منها، جبت منها دي وكمان جبت منها الصغيرة بتاعة الاطباق، بس مش عارفة فين، ثواني ثواني اهي، جبت منها الحجم الكبير ده والحجم الصغير ده، ده بقى تحت الكوبايات وهكذا يعني، برضو جبتها لونها اسود يا جماعة لان المطبخ ابيض زي ما قلت لكم وعايزين يعني الحاجات كلها تبقى الوان موحدة ابيض واسود، انتم ملاحظين معايا يعني انا بحاول اجيب كل حاجة تبقى نفس اللون. تمام، بصوا جبت منها كده زي ما انتم شايفين، انا جبت من دي 4 ادي 2 ودي كمان 4 صغيرين كده، بصوا الصغيرين كانوا بحوالي اهو بيورو 30 شنتز، سعرها حلو جدا جدا، وده كمان الاثنين الكبار سعرهم ب2 يورو يعني الواحده ب1 يورو، برده سعرها كويس وخامتها كويسه. من ضمن الحاجات برده اللي جبتها اللي هي القطاعه دي عشان طبعا نشيل بقى البقلاوه والكنافه والحاجات اللي احنا هنعملها، انا عندي المربعه لكن مش كان عندي المثلثه بالشكل دي فعشان كده جبتها المره دي، وطبعا طبعا عشان رمضان من الحاجات الاساسيه عندنا هي الفوانيس، ففي منها اشكال كتير وحجام كتير، في موجود في سبرميو كازا وموجود كمان في المحل دون وموجود كمان في جيسيكا وموجود في ايكيا، فهتلاقوه في كل المحلات يا بنات موجودين وكمان اونلاين وعلى امازون، يعني البنات اللي هتسال بقى منين قلت لكم كل الاماكن اللي هتلاقوا فيها الفوانيس اللي زي كده. بصوا انا جبت ده وكمان جبت منهم الاسود، بصوا شكلهم حلو قوي في نفس الوقت بقى يتحط فيهم شمعه من جوه وبيتعمل بيهم كذا اشكال حلوه جدا، يعني تحطيها في المطبخ تحطيها في اوضه الولاد، جيبوا بقى لكل واحد من الولاد فانوس بقى وحاولوا تفرحوهم، ممكن كمان لو مش حابه تحطي شمع او كده عارفين الاضاءه اللي هي برده اللي هي النجوم والحاجات دي بتتحط جوه، هبقى برده اوريها لكم وانا بعمل معاكم ديكور رمضان، فمن الحاجات الحلوه قوي اللي عجبوني. وكمان في فوانيس كبيره، انا برده من الخطه ان شاء الله ان انا احاول اجيب فانوس كبير
يكون عندي كده جنب التلفزيون ان شاء الله. لو جبته برضو اكيد هتعرفوا وهتشوفوه. فبس كده، هي دي كانت شوية المشتريات، يا رب يكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتابعوا معايا ان شاء الله. حاول اعمل لكم فيديوهات لان هي من النهاردة زبطني زي ما انتم شايفين، واستنوني الفيديو اللي جاي. باي باي.